ملايين القطع الحجرية تتراصب بعضها بألوانها المختلفة لتشكل لوحة من أكبر الأرضيات المصنوعة من الفسيفساء في العالم، حيث كشفت السلطة الفلسطينية النقاب عن أرضية الفسيفساء بمساحة تبلغ 836 مترا مربعا، وتحتوي على أكثر من 5 ملايين قطعة من الحجر الملون. وتشمل صور الفسيفساء عشرات اللوحات، ومنها أسدا يهاجم غزالا في رمز للحرب وغزالين يرمزان إلى السلام، إضافة إلى تصميمات هندسية دقيقة. أرضية الفسيفساء تم الكشف عنها في قصر هشام في القرن 19، وهي قلعة صحراوية أموية إسلامية يعود تاريخها إلى القرن 8 الميلادي، لكنها ظلت مهملة حتى 5 سنوات سابقة سعيا لترميمها بتمويل ياباني بلغ 12 مليون دولار. وحتى اكتمال ترميم وإزاحة الستار اليوم من قبل وزارة السياحة والأثار الفلسطينية،